الدوري. يعني الليمفاتيك سيستم ده بيساعد الجهاز الدوري. قبل ما ابدا شرح اي حاجه من دي خالص، استاذن حضرتك بس خليك معايا ثانيه اشرح لك حاجه وكمان حاجه هنبني عليها الشابتر كله. مبدئيا لو قلت لحضرتك ده كده التيشو، التيشو اللي هو اي نسيج موجود في الجسم، اي تيشو في جسمك انا هرسمه بالازرق بس هو الاحمر، يعني عشان بس معيش لون احمر دلوقتي، بيكون داخله ارتري، وكلمه ارتري معناها شريان، وطالع منه فين، وكلمه فين معناها وريد. اي نسيج في جسمك بيخش له شريان، الشريان ده بيودي الاوتو ويودي النيوترون اللي هو الاكسجين والمغذيات للنسيج عشان النسيج يتنفس وياخد غذائه. ثم الاوتو لما يخش النسيج يطلع فضلات اسمها سي او 2، والغذاء لما يخش النسيج، النسيج يطلع فضلات اسمها ويست برودكت. ويست برودكت معناها الفضلات، يعني الشريان بيجيب دم نظيف عليه حاجات نافعه، انما الوريد بيشيل الدم عليه حاجات ضاره. جوه التيشو نفسه بتلاقي الشريان اتقسم تقسيمات كتيره، والفين بدا بتقسيمات كتيره اللي احنا كنا سميناها الكابيلاريز. كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. يبقى احنا عندنا الشريان دخل النسيج بقى كابيلاريز، ثم بعد كده صب في الفين. ده اللي كنا اتكلمنا عنه في الجهاز الدوري، الشريان والوريد اللي هو الارتري والفين، وفي نص الكابيلاريز. هنا بقى من اول النهارده عاوز اعلمك حاجه زياده. هنا كان دخل دم، وهنا دم، وهنا خرج دم. احيانا الدم وهو ماشي في الكابيلاريز دي، الكابيلاريز مخرمه. يعني ايه مخرمه؟ فيها ثقوب. فاول ما الدم بيخشها بيقوم واقع من الكابيلاريز شويه ميه. واقع من الكابيلاريز ميه، يعني الكابيلاريز دي ماشي جواها اصلا دم، ماشي جواها بابل دم. الدم ده احيانا وهو ماشي في الكابيلاريز، الكابيلاريز لما بنيجي نبص عليها بتلاقي مثلا ده الشكل بتاعها، بس الجدار بتاعها بيكون فيه ثقوب، فالدم وهو ماشي فيها الدم معظم تركيبه ميه، فتلاقي الدم لما يمشي في الكابيلاريز ينزل شويه ميه. شويه الميه دول بنسميهم الليمف. بنسميهم ايه؟ الليمف. ليه ربنا خلق ده؟ يعني ايه كانت حكمه ربنا من ان ينزل شويه ميه في النسيج؟ عارفين حضراتكم لما بيكون في ارضيه متوسخه بنقوم جاي صابط فيها شويه ميه وبمساحه تقوم جاي منظفها. شويه الميه اللي نزلوا من الوعاء ده بتقوم جايه داخله على النسيج منظفاه، كانها بتغسل النسيج، تشيل اي حاجه ضاره من النسيج. سؤالي بقى، هل ينفع شويه الميه اللي وقعوا دول ينفعوا يخشوا تاني على الدم؟ ما ينفعش يخش على الدم. ليه؟ ده بقى فيه فضلات كتيره قوي. تخيل ده كده، انا اسف، كده الميه الوسخه بتاع التنظيف، الميه بتاعت بعد التنظيف اللي هي الميه اللي بتكون متوسخه، ميه مش نظيفه، ينفع ادخلها على الدم اللي هو انضف سائل في الجسم؟ اكيد ما ينفعش. اما ربنا خالق سيستم، السيستم ده يسحب الليمف، وبعد ما يسحب الليمف يعديه على مصفى، تقوم المصفى منقيه لحد ما يرجع ميه تاني، ولما يرجع الميه يبقى يصب في الاولى ويخش الدم من جديد. يعني الفكرة كلها في ايه؟ الدم داخل يقع منه شوية مية في النسيج والدم يخرج. شوية المية اللي وقعوا دولت غسلوا النسيج، نظفوه كويس قوي، بس هو دلوقتي معلوش نضاف، ما ينفعش يخش على الدم تاني. المية دي كانت جاية منين؟ من الدم. يبقى لازم ترجع فين؟ على الدم، بس ما ينفعش ترجع على الدم مباشر كده. يجي حد يسألني يا دكتور طب ما المية اللي وقعت انا برجعها تاني وندخلها لفين؟ صح، انا معاك ممكن يحصل، ولكن دي مية ما عادش مية نضيفة. المايه دي بقى فيها فضلات، بقى فيها بكتيريا، بقى فيها سموم، بقى فيها حاجات كتيره قوي، ما ينفعش تخش على الدم. فلازم الاول تمر في طريق تاني، الطريق التاني ده فيه مصفى، المصفى دي تقوم جايه منقيه الليمف ده اللي هو الميه، وبعد ما ترجع ميه نقيه تاني نبدا ندخلها على الدم زي ما خدناها من الدم. السائل ده اسمه ايه؟ الليمف. واللي بيعمل الحركه دي كلها هو الليمفاتيك سيستم. اذا عايز بقى هنا اسالك سؤال، ينفع اقول ان الليمفاتيك سيستم هو الدراع اليمين بتاع الكارديوفاسكولار سيستم؟ اه طبعا. ليه؟ لانه بياخد منه ويرجع له تاني. حد دايما وانا بشرح بحب اقول الكلمه دي، الليمفاتيك سيستم هو السيستم الموازي للكارديوفاسكولار. الكارديوفاسكولار مختص بالدم، الليمفاتيك مختص بميه، تخش له ميه مش نظيفه يطلعها نظيفه، بس الميه دي جايه منين؟ من الدم، وهترجع فين تاني؟ للدم. اذا الليمفاتيك سيستم هو سيستم موازي للكارديوفاسكولار. ده يعتبر كتكمله، كجزء من الكارديوفاسكولار سيستم، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. هنبدا اول حاجه الميه دي اسمها ايه؟ اسمها الليمف. ثم الميه دي هتخش في ايه؟ حاجه اسمها الكابيلاريز. ثم هتصب في انابيب اسمها ايه؟ هنعرف. ثم هتعدي في مصافي اسمها ايه؟ ثم هتصب في انابيب اكتر اسمها ايه؟ واشهر مصافي اسمهم ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في الشابتر النهارده ان شاء الله. نبدا اول مقدمتنا، يلا
الليمفاتيك سيستم بيقول لي از ا بارت اوف فاسكولار سيستم، هو جزء من الفاسكولار سيستم. قلنا ان هو يعتبر كانه سيستم موازي للجهاز الدوري، فبقول لك ده جزء من نظام الاوعيه لانه هو اوعيه برضه، ده جزء من الفاسكولار سيستم. وظيفته ايه بقى؟ كولكت تيشو فلويد، بيجمع سائل النسيج اللي احنا سميناه ايه؟ الليمف. هو لسه ما قالكش ان اسمه الليمف، فهو حالا قال لك ايه؟ اسمه تيشو فلويد، سائل النسيج، بس كمان شويه هيقول لك ان هو اسمه الليمف. اذا الليمفاتيك سيستم وظيفته الاولى ان هو يجمع السائل بتاع النسيج، بعد كده هيعمل فيهم ايه؟ هينضفهم، وبعد كده هيرجعهم. مكتوب على عقلك مكتوب ريتيرن ات باك تو بلاد ستريم، يجمع السائل بتاع النسيج ويرجعه تاني لمجرى الدم عن طريق اوعيه. الاوعيه دي اسمها ليمف فيسل. اسمها ايه؟ ليمف فيسل. الجهاز اسمه ايه؟ ليمفاتيك سيستم، وده عباره عن اوعيه وعباره عن مصافي. الاوعيه بنسميها ليمفاتيك فيسل، والمصافي هنعرف اسمها ايه دلوقتي. اكتب لي عندك بعد اذنك زائد الوظيفه الثانيه بتاعته، زائد ديفنس. ديفنس يعني مناعه، ليه وظيفه مناعيه لان الليمفاتيك سيستم هو جزء من الجهاز المناعي لجسمك برضه. ديفنس. يبقى دلوقتي لو خدت بالك انا قلت لك ان الليمفاتيك سيستم جزء من الفاسكولار سيستم، وليه وظيفتين اتنين؟ حد جمع الوظيفتين؟ الوظيفه الاولى كولكت تيشو فلويد اند ريتيرن ات باك تو بلاد، والوظيفه الثانيه وظيفه مناعيه اللي هي الديفنس. عاوزين نعرف بقى السيستم اللي احنا بنتكلم عنه ده مكون من ايه؟ ايه العناوين اللي هندرسها النهارده ان شاء الله؟ اول عنوان هو الليمف، اللي هو السائل نفسه اللي هو اسمه التيشو فلويد. اكتب لي عندك كده بين قوسين اسمه التيشو فلويد. التيشو فلويد. رقم اتنين الليمفاتيك كابيلاريز. ايه الليمفاتيك كابيلاريز دي؟ دي اصغر اوعيه لمفاويه موجوده في النسيج اللي هي هتسحب الليمف اصلا. يعني الليمف اول ما يخش هيخش في حاجه اسمها ليمفاتيك كابيلاريز، ثم بعد كده هيخش في اوعيه اكبر اسمها ليمفاتيك فيسلز. ليمفاتيك فيسلز، ثم هيعدي في مصفى. المصافي اللي يا جماعه اللي هي الغدد الليمفاويه، والغدد الليمفاويه اللي هي اسمها الليمف نودز او الليمف جلاند. وفي عندنا مصافي ثانيه اسمها الليمفويد تيشو، واكبر مصفى في الجسم اسمها السبلين اللي هو الطحال، وبعد ما كله يتصفى يروح على الليمف داكت. بص انا قلت ايه عشان تعرف الترتيب اللي انا همشي بيه. بص الترتيب بقى، الترتيب الصح هنا، الترتيب بتاعنا كاتبهم ازاي، بس الترتيب الصح كالاتي. بنبدا بالسائل، والسائل اسمه الليمف. الليمف ده بعد كده كان موجود في النسيج اسمه التيشو فلويد، بيصب في مين؟ في الليمفاتيك كابيلاريز. ثم الليمفاتيك كابيلاريز دي بتقوم جايه متجمعه، ادي الكابيلاري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع المليون، يقوموا جايين صابين في انبوبه واحده. الانبوبه الواحده دي اسمها ليمفاتيك فيسل. بس انا هقول لك حاجه كده بعيدا عن المنهج، هي بتصب الاول في حاجه اسمها السمول ليمفاتيك فيسلز، ثم السمول تتجمع وتبقى لارج ليمفاتيك فيسل. يعني هو بيقول لك كان بادئ بصغير قوي اسمها الكابيلاريز، اتجمع في اصغر او جمع في اوعيه هي اكبر من الكابيلاريز ولكنها اصغر من اللي بعدها، اسمها سمول ليمفاتيك فيسل. ثم السمول تتجمع تديني كبير اسمها لارج ليمفاتيك فيسل. بعد اللارج ليمفاتيك فيسل لازم تعدي في المصافي، والمصافي ثلاث انواع، يا اما ليمف نود، يا اما حاجه اسمها ليمفويد تيشو، ومن ضمن امثله الليمفويد تيشو ده السبلين. دول كده المصافي بتاعت الجسم، الليمف نود والليمفويد تيشو والسبلين. وبعد ما يعدي في المصافي بيصب في انابيب كبيره اسمها الليمف داكت، ودي اكبر انبوبه الليمف داكت. والليمف داكت دي بعد كده هتصب في الفينز اللي هي الاورده، يعني ترجعه تاني زي ما كان. فعايزين نبدا اول حاجه بمين؟ يلا بالسائل معانا اللي هو اسمه الليمف. هو الليمف يعني مناعي ولا بيعامل كانه مناعي لانه نازل ينظف، ثم بعد كده هو مش هيطلع بره الجسم، ده هو هيرجع الدم تاني، فهو مناعي وليس اخراجي. اخراجي معناها بيطلع بره الجسم، ده ما بيطلعش بره الجسم، ده بيفضل موجود في الجسم. الفكره ان هو بيخش في مسار بديل يتنظف ويرجع تاني للجسم زي ما كان. من الدم بالظبط كده. مكتوب عند حضراتكم اول حاجه هنبدا بيها هي الليمف، والليمف ده احنا سميناه من شويه تيشو فلويد، اذا ده سائل موجود في النسيج. سؤال لحضرتك، الليمف ده حاجه ضاره ولا حاجه نافعه؟
اول ما بينزل ميه نظيفه، حاجه ضاره ولا نافعه؟ نافعه عشان تنظف النسيج، بس بعد ما ينظف النسيج بقت حاجه ضاره، فلازم الاول نصف فيها قبل ما نرجعها. مكتوب عندك بيقول كلير ووتر فلويد، هو سائل، فلويد يعني سائل، ووتر يعني مائي، والكلير يعني نقي. يعني اول ما تشوف تلاقي ميه نظيفه، ميه نقيه، كلير ووتر فلويد ذاتس كولكتد، متجمع منين؟ فروم انتر سيلولار سبيس. واحنا سميناه من شويه تيشو فلويد. سؤالي ليك بقى، الميه دي موجوده جوه الخلايا ولا بره الخلايا؟ الميه دي موجوده بره الخلايا. ويعني ايه بره الخلايا؟ يعني بينهم. ما لما يكون دي خليه ودي خليه والسائل في النص، يبقى بين الخلايا اللي هي بره الخلايا. اذا السائل ده بيكون موجود بره الخلايا، يعني بين الخلايا، من الانتر، انتر يعني بين، انتر سيلولار سبيس، من المسافات اللي بين الخلايا. اول سؤال يلا تعريفه وصفه، كلير ووتري فلويد بيتجمع من الانتر سيلولار سبيس، يعني من جوه الخلايا؟ لا، ده من بين الخلايا، يعني من بره الخلايا. بعد كده بيقول نو سيلز، ده بيبقى ميه ما فيهاش خلايا خالص، ميه خاليه من الخلايا، نو سيلز. امال امتى ينضاف لها خلايا بقى؟ بصوا يا جماعه، اول ما الليمف ينزل هنا ما فيهوش خلايا، يعني ميه بس، يمشي هنا ميه بس. اول ما يخش الليمف نود، تقوم الليمف نود حاطه فيه خلايا اسمها الليمفوسايت. اسمها ايه؟ الليمفوسايت. فيبدا يبقى ميه مع خلايا. اذا هو في النسيج ميه بدون خلايا، امال امتى ينضاف له الخلايا؟ لما يعدي في البصفه اللي اسمها الليمف نود. مكتوب عندك نو سيل، ما فيهوش خلايا، انطل ليمفوسايت لحد ما الخلايا اللي اسمها الليمفوسايت، الخلايا اسمها ايه؟ ليمفوسايت. انطل ليمفوسايت ار ادد، تنضاف. امتى تنضاف؟ وين؟ باس رول الليمف نود، لما يعدي في الليمف نود. اذا ما قبل مرحله الليمف نود السائل بيكون ما فيهوش خلايا، ما بعد مرحله الليمف نود السائل بيبقى فيه خلايا. ما اسم الخلايا؟ الليمفوسايت. اللي بعده بيقول لي كونتين كونستيتيوانت، طبعا كلمه كونتين معناها بيحتوي، كونستيتيوانت معناها مكونات، بيحتوي على مكونات سيميلر تو زوزوبلازما، عامله زي بتاع البلازما. كلمه سيميلر تو معناها شبيهه بيه، البلازما. ايه البلازما دي؟ ده السائل بتاع الدم، السائل بتاع الدم. هو اللي فاصله بين ايه؟ من الدم. هيبقى اكيد تركيبه زي السائل اللي في الدم اللي هو اسمه البلازما. فبيقول لك تركيبه شبيه بالبلازما بالظبط، لانه اصلا جاي من الدم. معلومه زياده بقى، بيقول اوفن كونتينز فات دروبلت، احيانا بيكون فيه جزيئات دهون بس ده في مكان واحد بس في الجسم، لما يكون الليمف كام فروم انتستين، لما يكون جاي من الامعاء. سيب الصدر دلوقتي وانزل على اللي بعدها واطلع اقول له تاني. بقول لحضرتك هو دلوقتي السائل، السائل اللي كان اسمه الليمف، الليمف اتنقى فين؟ في المصاف اللي جسمها ليمف نود. مكتوب بعدها بيقول فلترد، بيتنقى باي باسنج ثرو الليمف نود، بيتنقى عن طريق ان هو يعدي في الليمف نود قبل ما يروح فين؟ قبل ما يروح يرجع الدم تاني. قلت لك بيرجع في مين؟ في فين؟ يقول لك بيفور انترنج الفينوس سيستم، قبل ما يرجع للاوله تاني. نجمع يلا معلوماتنا في معلومات دقيقه، 1 2 3 4. رقم 1 وصفه كلير ووتر فلو، جاي من الانتر سيلولار سبيس، في خلايا نو سيل، امال امتى تنضاف؟ بعد ما يعدي في الليمف نود، والخلايا اسمها ليمفوسايت. بعد كده كان مكونات شبيهه بمكونات بلازما، بيتنقى فيه الليمف نود ثم يخش الفينوس سيستم. معلومه زياده بقى، بيقول لك الليمف اللي جاي من الانتستين يعني من الامعاء تحديدا، بنلاقي ان فيه جزيئات فات، ده اللي هو عاوز يقوله. يعني الليمف بتاع الجسم كله بيكون ميه نقيه، امال الليمف اللي جاي من الانتستين بيبقى فيه حاجه زياده. ايه الحاجه الزياده دي؟ فات دروبلت، يعني جزيئات دهون، بنسميها كايلي، بنسميها ايه؟ كايلي. اذا مكتوب على السطر اللي قبل الاخير بقى اوفن كونتين فات، غالبا بيكون في فات دروبلت. كلمه فات دروبلت معناها جزيئات فات، سميناها ايه؟ كايلي. الكايلي دي بيقول لي وين كام فروم انتستين، زود الاي قبل الان، انتستين، انتستين طبعا اللي هي الامعاء. اذا سؤال سريع يلا، لو سالتك وقلت لك الليمف تركيبه كلير ووتري فلويد، ووتري ووتري ميه، هل ليه تركيب تاني في مكان تاني في الجسم؟
لما يكون جاي بالانتستين بنلاقي ان مع الميه فيه فات بنسميها قايل، وده بالنسبه للليمف. الليمف ده كان جاي من ايه؟ جاي من الدم، من الكابيلاريز اللي اسمها البلاد كابيلاريز، وهيروح فين؟ في كابيلاريز بس اسمها ليمفاتيك كابيلاريز. اذا هو جاي من بلاد كابيلاريز وهيروح لليمفاتيك كابيلاريز، فاللي عليه الدور نتكلم عنه اكيد هو مين؟ الليمفاتيك كابيلاريز. بالنسبه للليمفاتيك كابيلاريز بيقول لي بيجين بلايندلي ان موست تيشو. يعني ايه كلمه بيجين بلايندلي؟ الكلمه دي معناها يا جماعه ان انا لو جيت ارسم كابيلاري هنا كده، طبعا ده كان النسيج اهوت. الليمفاتيك كابيلاريز ما بتبداش كده، ده بتبدا كده. فاهم حاجه؟ مقفول. يعني الوعاء مش مفتوح، الوعاء بيكون مقفول والليمف بيخش الوعاء بالديفيوجن بالانتشار. يعني ما بيكونش الوعاء عباره عن خرطوم مفتوح كده يقوم الليمف داخل فيه، لا ده هو خرطوم مقفول والليمف بيعدي فيه بخاصيه الانتشار، يعني بيقوم جاي معدي منه. اذا هو بادئ اوبن ولا بادئ كلوز؟ كلوز. ده معناه كلمه بلايندلي ان هو بيبدا مقفول، بيجين بلايندلي. سؤالك يلا، وظيفه الكابيلاريز دي ايه؟ انها تجمع، تجمع السائل اللي اسمه الليمف. مكتوب عندك بيقول كولكتد تيشو فلويد، والكتاب كل شويه يغيرها لك عشان تشوف انت فاهم ولا لا. مين التيشو فلويد ده؟ اللي هو الليمف. اذا هو كولكت الليمف. بعد كده بعد ما يجمع الليمف فكرني يلا، كان الكابيلاريز بتتجمع مع بعض وتكون ليمفاتيك فيسل. مكتوب عندك جوينج، الكابيلاريز بتتجمع مع بعض تو فورم لارج ليمفاتيك فيسل. والليمفاتيك فيسل دي كانت بتمر من فين بعد شويه؟ في الليمف نود. بص مكتوب عندك ازاي؟ اول حاجه الكابيلاريز بيجن بلايند. ويعني ايه كلمه بلايند دي؟ مقفوله كلوز. بعد كده وظيفتها انها تجمع الليمف ثم تتجمع وتبقى اسمها ليمفاتيك فيسل اللي تخش في مين؟ في الليمف نود. معلومه بقى، دلوقتي انا عندي اثنين كابيلاريز في الجسم، مين ومين؟ بلاد كابيلاريز ودي ماشي جواها دم، وليمفاتيك كابيلاريز دي ماشي جواها ليمف ميه. ايه الفرق بينهم بقى؟ بيقول لك ان الليمفاتيك كابيلاريز وايدر ذان بلاد كابيلاريز، يعني ايه؟ اوسع منها. الكابيلاريز بتاعت الليمف بتبقى اوسع من الكابيلاريز بتاعت الدم. بعدها بقى فاكرين من شويه لما احنا قلنا في الانتستين كان في استثناء للليمف؟ كان ان هو بيبقى في حاجه زي اسمها فات دروبلت. تعالوا بص كمان حاجه كده بيقول كولد لاكتيالز ان فيلاي اوف سمول انتستين. يعني ايه دي؟ فيلاي دي اللي الخمالات، فيلاي دي الخمالات. ايه الخمالات دي؟ دي الخلايا الخاصه بالامتصاص في الامعاء الدقيقه. يعني بتبقى خلايا في الامعاء هي اللي بتمص الاكل، هي اللي بتعمل امتصاص الاكل اسمها فيلاي. والكابيلاريز اللي جايه من السمول انتستين اسمها لاكتيالز. بصوا الليمف كان اسمه ليمف في اي حته في الجسم ما عدا الانتستين، كنا بنسميه قايل لان نضاف عليه فا، فكان لازم الكابيلاري بتاع الانتستين يبقى غير اي كابيلاري في الجسم عشان يعرف يشد الفات ده. فقال لك الكابيلاريز بتاعه الانتستين اسمها غير باقي الكابيلاريز بتاعه الجسم، اسمها في الانتستين ايه؟ لاكتيالز. اسمها ايه؟ لاكتيالز. اسالك هنا سؤال، ايه هو القايل وايه هو اللاكتيالز؟ القايل ده السائل اللي هو الليمف اللي جاي من الانتستين، بس في حاجه زياده فات. امال ايه اللاكتيالز دي؟ دي الليمفاتيك كابيلاريز اللي جايه من الانتستين اللي اكيد كانت شايله مين فيها؟ القايل. تسلم. يعني اللاكتيال شايله القايل. هتفهم الكلمه؟ السائل اسمه ايه؟ قايل. والليمفاتيك اسمها لاكتيالز، يبقى اللاكتيالز بتشيل القايل. ده اللي انا عاوز اوصله لك، ان في الانتستين في اسم خاص بيها، الكابيلاريز اسمها لاكتيال والسائل اسمه قايل. حتى تلاقيه كاتب يقول لك بتسميها لاكتيال في السمول انتستين عشان بتمتص فات. كلمه ايمالسيفايد ده معناه مهضوم، مش مهم الكلمه دي، هي بتمتص فات. كلمه فات دي ممكن انت تحط مكانها كلمه ادق شويه اللي هي مين بقى؟ قايل. يعني اللاكتيال بتشد القايل. تعالوا نكمل. هي الكابيلاريز دي لما شدت الليمف بعد كده عملت ايه؟ كان هما كتير برانشات كتير اتجمعوا في حاجه اسمها ليمفاتيك فيسل. تعالى بقى نتكلم عن الليمفاتيك فيسل يلا.
في الليمفاتيك فيسل بيقوم جاي قايل لك هنا بقى عندي سؤال. لو انا بعيد عن المكتوب، لو انا قلت لك الليمفاتيك فيسل بتبدا ازاي وبتنتهي انها تروح لمين؟ حد يقدر يجاوبني؟ الليمفاتيك فيسل بتبدا بكاميلاريز وبتنتهي انها تصب في الليمف نود. بص عندنا مكتوبه ازاي، يلا بيقول لي بيجين فروم فاين ليمفاتيك كابيلاريز. كلمه فاين معناها صغيره، بيبدا من الليمفاتيك فيسل زين جوين تو فورم لارج ليمفاتيكس. والكلمه دي اي حد هو بيقرا يقول جاي معديها، بس انا مش متعود ان انا اعدي كلمه. اسمع بقى بعد اذنك، فاكر لما قلت لك الليمف بيصب في ايه؟ في كابيلاريز اللي بيصب في حاجه اسمها ليمفاتيك فيسل. وجيت انا كده بعيد عنها قمت جاي قايل لك خد بالك ان الليمفاتيك فيسل دي في منها نوعين، سمول ولارج. السمول بنسموهم ليمفاتيك فيسل عادي اهو، اللارج بيقوم جايين مسمينهم ليمفاتيكس. يعني لما اقول لك كلمه ليمفاتيكس دي معناها لارج ليمفاتيك فيسل. لارج ليمفاتيك فيسل، عايز الترتيب واللي فهم هيجاوبني. السائل اسمه بيصب فيه كابيلاريز اللي تصب فيه ليمفاتيك فيسل. لما قلت كلمة ليمفاتيك فيسل يبقى ده الصغير ولا الكبير؟ الصغير اللي تصب فيه ليمفاتيكس، والليمفاتيكس دي اللي هي اللارج اللي تصب فيه ليمف نود، اللي تصب بعد كده فيه ضغط اللي اسمها الليمف ضغط. كمان مرة، السائل كان اسمه ليمف، هيصب في الكابيلاريز اللي تروح في ليمف فيسل. طالما قلت ليمف فيسل يبقى صغير اللي تصب في ليمفاتيكس، طالما قلت ليمفاتيكس يبقى كبير. بصوا ده مكتوب ازاي بقى؟ بول بيجين فروم ليمفاتيك كابيلاريز زين جوين تو فورم لارج لارج. والكلمه اللي بعدها ايه؟ ليمفاتيكس. هو عدى كلمه انها بتصب في مين الاول؟ في الليمف فيسل اللي تبقى بعد كده اسمها ليمفاتيكس. بعد كده كاتب زي هاف ميني فالف بيكون فيها صمامات. يعني ايه صمامات دي بقى؟ بصوا يا جماعه في جسمنا ساعة ما نسمع كلمة صمام، الصمام ده بنسميه كلمة انجليزي وترجمها لك one way conduction. يعني ايه كلمة one way conduction؟ أي صمام موجود في الجسم بيسمح بمرور الشيء في اتجاه واحد ولا يعود في الاتجاه العكسي. يا الأوردة، لو حد فاكر الأوردة، الأوردة الفينز كانت بتجمع الدم توديه فين؟ كانت بتجمعه من الجسم توديه القلب، فعشان كده كان الدم وهو راجع للقلب لازم الوريد كان يبقى فيه صمام. ليه؟ عشان ما يرجعش لمكانه تاني. يعني مثلا لو دم راجع، لو دم جاي من الرجل للقلب تلاقي الدم بيحاول يطلع ضد الجاذبيه، ايه اللي يخليه ما ينزلش تاني؟ صمامات. نفس الشيء في الليمفاتيك فيسلز، الليمفاتيك فيسل فيها صمامات برضه. ليه؟ لانها بتجمع وموديه ناحيه القلب، فضد الجاذبيه ممكن السائل ينزل في الاتجاه العكسي. يوم ربنا خلق لها صمامات، ايه لازمه الصمام بقى؟ بالعربي بيخلي السائل يروح في اتجاه واحد اللي هو اتجاه القلب وما يرجعش في الاتجاه العكسي. مكتوب عند حضرتك زي هاف ميني فال، فيها صمامات كتيره جدا تو انشور الفلو في الليمف عشان تتاكد من مرور الليمف اواي فروم تيشو بعيدا عن النسيج ناحيه ايه؟ ناحيه القلب، لانه السائل ده راجع للقلب فيتاكد ان هو ماشي باتجاه بعيد عن النسيج ما يرجعش تاني للنسيج. بس في حاجه بقى، لو رسمت ليمفاتيك فيسل هتلاقي شكل الليمفاتيك فيسل عامل بالطريقه دي كده. ده شكل الليمفاتيك فيسل، ادي بدايته اهي وادي نهايته. طبعا ده كان الاول ايه؟ سمول. لا الكابيلاريز كانت هنا لسه، ده اللي هو السمول. بقى احنا قلنا بيتجمع وين دي؟ لارج. بس واحنا بصينا في الليمفاتيك فيسل هتلاقي واخد بالك ان هو مش ماشي عدل، مش ماشي كده. لا في اماكن تحس انها مشدوده، كانك لافف عليها خيط وشاددها، يعني تلاقيك ماشي وفجاه تنزل وفجاه ترجع، ثم تمشي ثم تنزل ثم تطلع ثم ترجع، كان في اماكن كده ايه؟ معصوره شويه مضغوطه. ده الاماكن اللي فيها الصمامات. ده الاماكن اهي اللي بيكون فيها الصمامات. عشان كده لو سالتك اماكن الصمامات في الليمفاتيك فيسل بتكون مضغوطه لجوه شويه. عشان كده احنا بنسمي الليمفاتيك فيسل ان لها حاجه اسمها البيدد ابيرنس. كلمه بيدد ابيرنس كان فيها انطباط، كان فيها انطب بالظبط. ده معنى كلمه بيدد. عارفين ترجمتها الحرفيه ايه؟ عامله زي السبحه. شفت السبحه بتكون حبايه
ثم الخيط ثم حبايه ثم الخيط ثم حبايه، فتلاقي كان في مناطق كبيره ومناطق صغيره، مناطق كبيره ومناطق صغيره. مكتوب عندك بيقول زي ار كونستريكتد، وكلمه كونستريكتد معناها ضيق، بتبقى ضيقه ات سايد اوف فالز عند اماكن الصمامات، والابيرنس اسمه بيديد ابيرنس. وقلنا يعني ايه كلمه بيديد ابيرنس؟ زي السبحه كان فيها مطبات بالظبط، طالعه نازله طالعه نازله. جمع كلامك يلا معايا. احنا بنقدر بنيه هنا بنقدر السائل كان اسمه الليمف. انا عاوز النهارده اطلعك حافظ الشابتر ده وفاهمه. بدانا بمين؟ بالليمفاتيك اللي صبت في الكابيلاريز، اللي صبت في الليمفاتيك بس سمول، اللي اتجمعت وصبت في الليمفاتيكس الكبيره، اللي صبت في الليمف نود. الليمفاتيك بس دي احنا اتكلمنا عنها، قلنا ان كان فيها صمامات زيها زي الاورده زي الفيز. الصمامات لازمتها ايه؟ تخلي السائل اللي ماشي في اتجاه واحد بعيد عن النسيج وما يرجعلوش. بس عند الاماكن اللي فيها صمامات بيكون الوعاء ضيق. كلمه كونستريكتد معناها ضيق، والابيرنس اسمه بيدد ابيرنس. في خلايا في جسمنا او اسف في انسجه في جسمنا ما فيهاش لينفيتك كابيلاريز. عاوزين نعرف هي مين بقى الانسجه دي. مكتوب عند حضراتكم بيقول زي ار ابسنت ان، يعني مفيش حاجه اسمها لينفيتك فيسل في الاتي. اول حاجه برينو سباينال كورد، المخ والحبل الشوكي ما فيهمش حاجه اسمها لينفيتك فيسل اصلا. ثم الاي بول، ايه الاي بول ده؟ اي بول اللي هي الكره بتاع العين، اللي يعني ايه؟ الكره بتاع العين نفسها اللي هي الابيض واسمر دي. ثم البول مارو اللي هو النخاع، ثم السبلينيك بالب. السبلينيك بالب انا اعرف في الهيستولوجي ده الوحده الوظيفيه للطحال، يعني ده الطحال. والهيالين كارتلج، لما كنا خدنا في الهيستو في الترم الاول الهيالين كارتلج قلنا ان هو ما فيهوش اي اوعيه خالص، وبالتالي ما فيهوش ليمفاتيك فيسل. مش موجود في النيل، النيل اللي هي الضوافر، ولا في الهير اللي هي الشعر. بص انا بقولها ازاي بقى. الليمفاتيك فيسلز مش موجوده لا في السي ان اس. السي ان اس ده برين وسباينال كورد اللي هو السنترال نيرفس سيستم، لا في البرين ولا في السباينال كورد ولا موجوده. بص اجيبها ازاي. ادي برين وسباينال كورد ومعاك اي بول وعظمه وغضاريف. مين من العظم؟ النخاع اللي هو اسمه البون مارو. ومين من الغضاريف؟ الهايلايت ثم نيل وهير، شعر وضوافر. اتنينات اهم. هنبدا بمين ومين؟ برين وسباينال كورد معاك الاي بول، ثم خد عظمه وغضاريف. عظم بون مارو غضاريف هايلايت، ثم بعد كده السبلين والنيل والهير. السبلين والنيل والهير، ايه الاماكن دي؟ دي ما فيهاش لينفاتيك فيسل. فلو جه قال لك لينفاتيك فيسل ار ابسنت ونقول اوف ذا فولوينج اكسبت، مش موجوده في كل مما يلي ما عدا اي حاجه غير دول يبقى فيها لينفاتيك فيسل. دول ما فيهمش لينفاتيك فيسل. فكرني يا لينفاتيك فيسل كانت بادئه بايه وهتنتهي بايه؟ بادئه بكابيلاريز وهتصب في لينف نود. تعالوا نتكلم عن الليمف نود. والليمف نود اللي هي الغدد الليمفاويه، الغدد الليمفاويه اللي بنسميها اسمها الليمفاتيك جلاندز. الليمفاتيك جلاندز اللي هي الغدد الليمفاويه. ايه الغدد الليمفاويه دي؟ بترجمتنا العامية خالص يلا ديت المصافي. المصافي اللي بتصفى فيها الليمف اسمها ايه؟ ليمف نود. تعالوا نبص ايه هي الليمف نود دي. الليمف نود اسمها ليمف نود لانها عبارة عن، اسمع مني الأول بعد إذنك، في نسيج في جسمنا هاته إن شاء الله في الهيستولوجي في الشابتر اللي عليه الدور اسمه الليمفاتيك تيشو، النسيج الليمفاوي. النسيج الليمفاوي ده بيكون عبارة عن أدي حتة وأدي حتة وأدي حتة وأدي حتة وأدي حتة وأدي حتة، يا إما متحوطين بكبسولة يعني عليهم إطار خارجي، يا إما مش متحوطين بكبسولة. لما يكون الليمفاتيك تيشو تجمع حواليه كبسولة يعني حواليه إطار بنسميه ليمف نود. يعني الليمف نود عبارة عن إيه؟ تجمع من نسيج ليمفاوي بس عليه كبسولة، عليه حاجة محوطاه من بره. فمكتوب عندك بيقول زي ار كوليكشن اوف ليمفاتيك تيشو، هو عباره عن مجموعه من الليمفاتيك تيشو، تجمع من الليمفاتيك تيشو. مكتوب بعدها كلمه برميتد باي. برميتد باي معناها بيمر فيه، بيمر فيه بيعدي فيه. ومين اللي كان بيعدي فيه؟ الليمفاتيك فيسلز اللي هي مكتوب عندك اسمها الليمفاتيك تشانلز اللي هي الليمفاتيك فيسل. مش احنا قلنا الليمفاتيك فيسل بتخش الليمف نود؟ ما هو بيقول لك الليمف نود تجمع من انسجه ليمفاويه بيخش فيها الليمفاتيك فيسل. بعد كده الليمف باس روزم، الليمف لازم يعدي فيهم. فيهم اللي هم مين؟
الليمف نود بيفور ريتشنج المين ليمفاتيك فيسل. ايه المين ليمفاتيك فيسل دي بقى؟ المين ليمفاتيك فيسل اللي احنا نقصد بيها الضغط اللي هي بعد الغده الليمفاويه. بصوا بدانا بايه؟ كابيلاريز صبينا في سمول ليمفاتيك فيسل فصبينا في ليمفاتيكس لارج ليمفاتيكس اللي دخلت الليمف نود وطلعت مين ليمفاتيكس او مين ليمفاتيك فيسل اللي هتتجمع ويبقى اسمها الضغط. عشان كده بيقول لك نبدا من الاول يلا. الليمف نود هو كوليكشن اوف ليمفويد تيشو داخل فيه الليمفاتيك فيسل وبيمر فيه الليمف عشان يتنقى قبل ما يخش على المين ليمفاتيك فيسل. مكتوب عندك بعدها زي ار فلترز. يعني ايه فلترز؟ مصافي بتنقي فلاتر. هي عباره عن فلاتر بريفنت الباسج اوف جيرم بتمنع مرور البكتيريا اند زير بويزنز وسمومها الى الدم. فاكرين لما قلت لكم في شويه ميه نزلوا في النسيج عشان ينضفوه؟ ما هو النسيج كان فيه بكتيريا وكان فيه سموم، فالميه لما نزلت تنضفه شالت البكتيريا وشالت السموم. ينفع نوديها على الدم على طول؟ لا، لازم نعديها الاول على الليمف نود. لما يعدي في الليمف نود يبقى الليمف نود تشتغل كمصافي تمنع مرور مين ومين للدم؟ الجيرمز اللي هي البكتيريا وسمومها اللي اسمها البويز. في بقى لازم تعرفها الليمف نود دي ربنا خالقها جواها جهاز مناعي. الليمف نود ربنا خالقها جواها جهاز مناعي. يعني ايه كلمه جواها جهاز مناعي؟ يعني حاجه بتكون داخلها فيها بكتيريا وسموم واذ فجاه تتنقى هنا والبكتيريا والسموم تفضل هنا والميه اللي فتعدي. طب يا دكتور مصير البكتيريا والسموم اللي هنا ايه؟ في خلايا موجوده جوه الليمف نود بتاكلهم وتدمرهم فالجسم يتخلص منهم. يعني كان الليمف نود دي قاعده عشان تاخد الحاجات الضاره تدمرها هي بمعرفتها ثم السائل يعدي منها بقى نقي من غير بكتيريا ولا سموم. بس في حاجه برضه، الغدد الليمفاويه لا توجد مفرده، الغدد الليمفاويه توجد على هيئه تجمعات مجاميع. عشان كده تلاقيه بيقول زي ار بريزنت ان جروب، مجموعه في مجموعات او موجوده في مجموعات نير بروكسيمال اند اوف ريجنال فيسل، قريب من البروكسيمال اند. يعني ايه كلمه بروكسيمال اند؟ بص ده الدراع ناحيه بعيد كنا بنسميها ديستال وناحيه قريب كنا بنسميها بروكسيمال. يبقى الليمف نود موجوده هنا. الرجل اهي اللي تحت اسمه ديستال وهنا اسمها بروكسيمال. يبقى الليمف نود موجوده هنا. البطن مثلا والصدر اهو كده احنا ديستال بعيد، في النص احنا بروكسيمال فيبقوا بروكسيمال. يعني هو عاوز يقول لك تجميعات الولد الليمفاويه بتكون في الاطراف ولا في المنتصف؟ في المنتصف اللي اسمها البروكسيمال، موجوده في اقرب مكان ممكن. ومين هم بقى؟ سؤال امتحان. جروبز اوف ليمف نود ده تاني اهم سؤال في الشابتر ده بعد سؤال السبلين. في الشابتر ده انت سؤالين اتنين، جروبز بتاع الليمف نود والسبلين. قبل ما اخش على الجروب بتاع الليمف نود عرف لي الليمف نود يلا. ده كوليكشن اوف ليمفاتيك تيشو داخل فيها ليمفاتيك فيسل وهيمر فيها الليمف عشان يتنقى. يعني يتشال منه مين؟ السموم بتاعت البكتيريا، يعني البكتيريا وسمومها، ثم السائل النقي يروح فين؟ على الدم. الحاجه اللي كانت جوه الليمف نود دي اللي هي سموم البكتيريا الليمف نود ضعف تكسرها بنفسها، فيها موجوده سنجل ولا انجروب؟ انجروب عند البروكسيمال ولا عند الديستال؟ عند البروكسيمال. نعرف بقى اسامي المجاميع. ولازم تعرفي حاجه بعد اذنك، كل جزء من جسمك ميته بتتجمع في مجموعه. يعني انا مثلا هقول لك في مجموعه ليمف نود هنا، مجموعه الليمف نود اللي هنا بتسحب الميه بتاع الدراع والميه بتاع السادي. في مجموعه ليمف نود هنا مثلا بتسحب الميه بتاع رجليك. في مجموعه ليمف نود هنا بتسحب الميه بتاع صدرك. في مجموعه هنا بتسحب بتاع بطنك. في مجموعه هنا بتسحب بتاع الحوض وهكذا. في مجموعه هنا بتسحب بتاع راسك ورقبتك. فانا هقول لك المجموعه اسمها كذا وبتشد الليمف بتاع المكان اللي اسمه كذا. نبدا باول حاجه اسمها الاكزيلاري، والاكزيلاري هي اللي موجوده في القبط اللي موجوده هنا كده. غدد ليمفاويه موجوده هنا اسمها الغدد الليمفاويه موجوده في القبط اسمها اكزيلاري. دي بقى بتسحب مين ومين؟ بتشد الميه بتاع مين ومين؟ الابر ليمب. يعني ايه ابر ليمب؟
الدراع كله ومعاك البريس السادين. تاني مجموعة اسمها سيرفايكال. سيرفايكال يعني في منطقة الرقبة. واسمعها مني بقى، في شوية هنا وفي شوية هنا، دول نسميهم أبر ودول نسميهم لور، بس الاثنين سيرفايكال. عشان كده بقول لك السيرفايكال منها حاجتين، أبر ولور. وما انها سيرفايكال هنا ده تشد الميه بتاعت الهيد اللي هي راسها كلها والنك اللي هي الرقبة. بعد كده عايزين ناخدها واحنا نازلين، يلا بتاع الصدر. فاكرين المسافه اللي كانت بين الرئتين كان اسمها ايه؟ ميديا سباينا. الورد اللي فوق موجوده فيها كان اسمها ميديا سباينال، لانها موجوده في الميديا سباينا، واكيد دي هتكون بتاع الثوراسيك اورجانز، الاعضاء بتاعه الصدر. بعد كده بيقول لك انجواينال. انجواينال دي موجوده في ايه؟ بصوا يا جماعه ده اسمه ايه؟ المنطقه اسمها ايه؟ الثوراكس، ودي اسمها الابدون. كان فاصلهم الديافرام، ثم بعد كده دي الابدون ودي البلفس فاصلهم حاجه، ثم ادي الحوض وادي اللور لم فاصلهم منطقه هنا اسمها الانجواينال ريجون. اسمها ايه؟ انجواينال ريجون، موجوده هنا كده. اذا لما اقول لك الانجواينال دول اللي بيكونوا موجودين هنا، انجواينال معناها الطعنيه، اللي في المنطقه الطعنيه اللي هي الانجواينال. بما انهم هنا يبقى دول بتوع مين؟ اللور لم. بعد كده حاجه اسمها الايلياك. الايلياك دول موجودين هنا في المنطقه دي كده، يعني خاصين بمين؟ بالحوض، بالبلفس. يقول لك دول اللي بيسحبوا الحوض كله. ثم عندنا حاجه اسمها اورتك. اورتك فاكرين الاورطه كان كام جزء؟ هما كانوا ثلاثة، بس كان الثالث بنقسمه اثنين فبنقول ان هو أربعة. الأورطة كان بادئ ascending arch descending في الصدر و descending في البطن، وهو نازل في البطن بنلاقي غدد لمفاوية قدامه وجنبه بتوع البطن، هم مسمينهم أورتك. أورتك لأنهم جنب الأبدومينال أورطة. مكتوب عندك ليهم اسمين، يا بري أورتك يا بارا أورتك. يعني ايه بري اورتك؟ قدام الاورطه. ويعني ايه بقرا اورتك؟ على يمينه وشماله، على جنابه يمين وشمال. بصوا انا عايز المجموعات الاول اللي هنا اسمهم سيرفايكال، ودول جزئين ابر ولور، هما اللي هنا اسمهم اكسيلر. ميدياسباينال، اورتك، ايلياك، انجواينا. كمان مره، سيرفايكال، اكسيلري، ميدياسباينال، اورتك، ايلياك، انجواينا. كمان مره قول لي بتوع مين بقى؟ اكسيلري، ابر لمب وبريست، سيرفايكال، هيد ونيك، ميدياسباينال، ثوركس، اورتك، ابدومين، ايلياك، بلفس، انجواينا، لور لمب. اسمها عمار ده اسمه الطاعون. الطاعون ده زمان قتل تقريبا تلتين سكان العالم. عارفين ليه سموه الطاعون؟ حد عارف ليه هو متسمي اصلا الطاعون؟ هو الطاعون ده كان بيتنقل بايه؟ بالفران. كان عباره عن حشرات موجوده على الفران، جت من الصين اللي هي بتصدر لنا اي امراض، جت من الصين. كان في سفينه تجاريه موجوده في الصين بتحمل بضاعه، فكان الفران هناك بتشيل حشره، الحشره دي بتسمى الطاعون، فالفران نجبت في السفينه. السفينه كانت رايحه ايطاليا، فالسفينه لما راحت ايطاليا الفيران نزلت في ايطاليا، عادت معظم الناس بالطاعون، وبالتالي اوروبا كلها بعدها جالها الطاعون. الفيران كان بيبقى عليها حشرات، تقوم جايه الفيران الفار لما يبدا يهز في نفسه كده تقوم الحشره واقعه على الارض. طبعا زي ما كانش فيه شوز ولا اي حاجه من الحاجات دي كانوا بيمشوا حافيين. فهو كان ماشي حافي يلاقي الحاجه قامت جايه داخله في رجليه وما ياخدش باله. هي لما تدخل في الرجل ده عباره عن حاجه لها سموم، السموم تروح في الليمف صح؟ الليمف كان يسحب بتاع الرجلين كلهم يودوهم انهي ليمف نود؟ لينجواينا. فكانوا بيبصوا يلاقوا مرضى الطاعون عندهم المنطقه دي مكلكعه، عباره عن كلاكيع. فقال لك ده منطقه طعنيه مأذيه، فهم كانوا اسمها الطاعون، كانوا بيجوا في المنطقه الطعنيه اللي هي اسمها الانجواينا الليمف نود. حاجه كمان، معظم الفيميلز، معظم الفيميلز ايام البيريو تحديدا لو جت قام الجاية لمسة منطقة الأكزيلا هنا بتلاقي فيها حبوب صغيرة عاملة زي الترمس كده، أو عاملة زي الحمص بس على أكبر شوية، كلاكيع عاملة زي البيلي اللي كنا بنلعبه زمان.
اللي هو البيلي ده، تيجي تلمس تبص تلاقي فيه بيلي، ده معناه ان غده الليمفاويه ملتهبه. حاجه كمان، الناس يكون عندهم اللوز وتيجي تلمس لهم المنطقه دي كده تبص تلاقي كان في كور صغار تحت ايدك، ده الغدد الليمفاويه اللي هنا ملتهبه، لان اي التهاب في الجسم بيظهر اثره على الغده الليمفاويه. ليه بقى؟ هو التهاب يعني ايه؟ بكتيريا وسموم اللي هتصب بعد كده في مين؟ في الليمف نود. الليمف نود تقوم بيها واخده البكتيريا والسموم، المفروض ايه الخطوه اللي عليها الدور انها تعمل ايه؟ تكسرهم. فعشان تكسرهم دي لها بكتيريا كتير وسموم كتير، الغده الليمفاويه لما تحاول تكسر وما تقدرش تبدا تكبر وتحمر قوي كانها حطت البكتيريا في فرن عشان البكتيريا تموت. فلما الغده الليمفاويه تكبر وتحمر تبص تلاقيها كبرت تحت ايدك وتحس انها بتوجع ومحمره، ده معناه ان في التهاب. لدرجه ان احنا احيانا بنشخص سرطان الثدي من ده. احنا لما بنيجي نعمل فحص للمنطقه دي ونلاقي فيها غدد ليمفاويه، لما نلاقي غدد ليمفاويه متضخمه كبيره بنبدا نسال الفيميل انت حاسه بالم وانا ضاغط عليها ولا لا؟ لو قالت حاسه بالم الحمد لله، ده التهاب، مجرد التهاب مضاد حيوي هايبيوتيك ودواء اسمه الفينترن والموضوع انتهى، كل سنه وانت طيب، هتخف بعد 5 ايام. لو انا ماسك الغدد الليمفاويه وعمال اعصرها تحت ايدي وهي مش حاسه باي بين، مفيش بين، مفيش الم، ممكن نبدا دماغنا شويه تروح على سرطان الثدي بالالم. في الم ولا مفيش الم؟ بس في السن بتاعكم ده ما بيحصلش، عشان ما ابصش الاقي في الم ولا مفيش الم. لا ده بيحصل يا جماعه في الفيميل بعد فتره اللي هي بعد سن 45 اللي هو عند سن الياس كده، ده في السن الكبير. حتى لو تسمعهم في حاجه شغاله الفتره دي عباره عن فحص السيدات عشان نعرف عندهم سرطان ثدي ولا لا. بيبقى اول خطوه في الفحص ان احنا نشوف الليمف نود دي، ثم نصور الثدي نشوف في اي كلاكيع ولا لا. والطبيعي ان من ضمن حاجه اسمها الاديوكيشن، من ضمن التعليم الاسري والتعليم البيئي، ان لازم بنعلم الفيميل بعد سن ال 18 سنه ازاي بتعمل حاجه اسمها الفحص الذاتي. نعرفها انها تفحص الغدد الليمفاويه عشان لو في اي مرض في الثدي تكتشف مبكرا قبل ما يفوت الاوان عليه، اسمه الفحص الذاتي، وده موجود على اليوتيوب. لازم اي بنت في سن حضراتكم تكون عارفاه كويس جدا، مالناش دعوه احنا رجاله بالكلام ده. الليمفويد تيشو بقى اللي عليه الدور معانا هو الليمفويد تيشو. تسمعوا عن الكلمه الاول اسمها الحيل. في الكوره يقول لك بطلع له حيل. حيل ده معناها كلكوعه، حته مكلكعه. الحيل ده اصلا بيكون غده ليمفويه ملتهبه. غده ليمفويه، تفكرون اخر الحصه اقول لكم لما تلاقوا حد فيه غده ليمفويه ملتهبه تكتب له علاج ايه؟ تكتب لك روشته كده عشان ايه؟ دكتور بقى والكلام ده. انا قلت لحضرتك تجمع المصافي، فاكرين المصافي؟ المصافي كانت يا ايه يا ايه يا ايه؟ المصافي كانت يا ليمف نود يا اما ليمفويد تيشو. من شويه قلت لك ان الليمف نود عباره عن تجمع من ليمفتك تيشو، صح؟ بس قلت كلمه مهمه قوي انها عليها كبسول. لما الانسجه الليمفويه تتجمع في كبسول نسميها ليمف نود، لما تكون متجمعه من غير كبسول نسميها ليمفويد تيشو. اذا الاثنين تجمع ليمفتك تيشو، تجمع انسجه ليمفاويه، ولكن لو عليها كبسول بنسميها ليمف نود. عشان كده جنب كلمه ليمف نودز فوق اكتب لي الكلمه دي بعد اذنك، اكتب لي كلمه كبسوليتد. يعني ايه كبسوليتد؟ عليها كبسول. امال بالنسبه للليمفويد تيشو دول غالبا بيكونوا نون كبس، ما تكتبهاش، اكتب بس جنب الليمف نود انها كبسوليتد. بعد كده نتكلم عن نوع تاني من المصافي اسمه الليمفويد تيشو. وبص غالب ايه اول حاجه فين؟ بيقول ذيس ار كولكشن اوف ليمفويد تيشو. يا سلام يا سلام، بيقول لك الليمفويد تيشو كولكشن من ليمفويد تيشو. يا سلام على الابداع. بيبقى في حاجات كده طالعه من الكتاب ايه؟ لقطات يعني ابداعيه مش اي حد يقولها. اذر ذان الليمف نود، بيقول لك غير الليمف نود. يعني ايه؟ تجمع من انسجه ليمفاويه. بس خد بالك احنا لسه قايلين من شويه ان في تجمع انسجه ليمفاويه سميناها ليمف نود. انا بقول لك دي تجمع من انسجه ليمفاويه بس غير الليمف نود. وانا فهمتك ايه الفرق بقى؟ الليمف نود بتبقى كبسولات، دي ما بيبقاش عليها كبسول بمعنى الحرف. دي موجوده فين بقى؟ رقم واحد بلاطين تونسل. ايه بلاطين تونسل دي؟ اللوز. اللوز. رقم اثنين ادينويد. وادينويد مش عارف تعرفه كده، اسمها اللحميه. اللحمية دي بتكون عبارة عن حاجة بتيجي في الجوز تخلي الصوت مكتوب مش عارف تاخدها، اسمها ادينويد. ثم بيرز باتشز في الانتستين. بيرز باتشز
دي انسجه مناعيه موجوده في الامعاء اسمها بيرز باتشز. ثم في الطحال اسمها نوديول. اسمها ايه؟ نوديول. كلاكيع في الطحال عباره عن جزيئات في الطحال. يبقى لو جيت سالت مين هم الليمفويد تيشو؟ رقم واحد البلاطين تونس، ثم ادينويد، ثم روح لي على الانتستين اسمهم بيرز باتش، ثم في الليسبين اسمهم نوديول وفي سبلين. مش هقول اكتر من كده، هو عاوز الكلمتين دول بس. هو بعد ما يعدي في المصافي، بعد ما يعدي في المصافي كان بيصب في حاجه اسمها مين ليمفاتيك فيسل. وكل المين، اسمع الكلمه دي بقى، كل المين ليمفاتيك فيسل اللي في جسمك بتصب في الاخر في انبوبتين اتنين بس. الانبوبتين دول اسمهم ايه؟ اسمهم الليمف داكت. دول عددهم كام؟ اتنين. بيصب فيهم كل المين ليمفاتكس. عشان كده انا عاوزك بقى خلاص، انا خلصت لك الترتيب، قول لي الموضوع ماشي ازاي بالتفصيل. نبدا بالليمف اللي يصب في الكابيلاريز، اللي يصب في ليمفاتيك فيسل بس النوع سمول، اللي تصب فيه لارج ليمفاتكس، اللي تصب فيه يا ليمف نود يا ليمفويد تيشو، ثم تطلع مين ليمفاتكس اللي تصب في الضغط. تعالوا نتكلم مين هم الضغط دول بقى. بس عايز السؤال الاول، هي الضغط دي هتصب فين بعد كده؟ في الفينس سيستم اللي هي الفينس في الاورده. عشان كده عاوزين نعرف عددهم كام الاول. اثنين. يقول لي تو مين ليمفاتك فيسل ار بريزنت ان ذا بودي. المين ليمفاتك فيسل دولت احيانا هم الضغط. بس انت تعرف لي الضغط عددهم كام؟ اثنين. دلوقتي هيصبوا في مين؟ في وريد. بيصبوا في وريد اسمه الانومينيت فين. يعني الوريد اللي بيشد لينف الجسم كله عشان يدخله الدم ده اسمه الانومينيت. عارفين الانومينيت اسمه ايه؟ مين هو ده؟ الانومينيت ده اسمه اللي ما يتسماش. كلمه انومينيت دي معناها اللي ملوش اسم. مجهول. المجهول. ملوش اسم. طبعا كان زمان خالص بنسميه النومينيت. بعد كده لما العلم اتطور سموه بريكيوسيفاليك. يعني هو كان زمان اسمه النومينيت. لقوا فيه بصوا وريد هنا كده وريد هنا. كانهم هنا كده اهو. واحد اسمه رايت واحد اسمه ليفت. فما عرفوش اسمه فقال لك ايه؟ هنسميه النومينيت اللي هو ايه؟ ملوش اسم. اسمه ايه يا عم؟ ملوش اسم. اسمه ايه؟ ما هو اسمه اللي ملوش اسم. يعني هو اسمه كده النومينيت. بعد كام سنه طلع واحد بتاع اناتومي قام جاي قال لهم بتاع انهم زميل طبعا كان معانا في المحاضرات قام جاي طالع قال لهم ايه؟ بصوا يا جماعه احنا مش عاوزين بقى نسمي النومينيت ده خلاص، يعني كفايه بقى كفايه عشوائيه، احنا قاعدين على المصطبه. ايه النومينيت ده؟ هو مش الوريد اللي انتوا بتقولوا عليه ده بيسحب الدم بتاع الدراع والمخ؟ قالوا له اه. قال لهم خلاص هنسميه بريكيو سيفاليك لانه بيشد الدم بتاع مين؟ بتاع الدراع والمخ. كنت انا مغششها اصلا وخدها مني وسماها. اكتب يلا عندك الاسم بريكيو سيفاليك فين. ايه البريكيو سيفاليك فين ده؟ ده اللي هو الاسم الجديد بتاع مين؟ بتاع النومينيت فين. وقلنا ان هم عندنا كام ضغط اصلا؟ اثنين. واحده اسمها رايت ليمف ضغط وواحده اسمها ثوراسيك ضغط. يبقى عندنا الانابيب اثنين، واحده اسمها رايت ليمف ضغط واحده اسمها ثوراسيك ضغط. اكتبوا الكلمه يلا عشان نخش على الحته اللي بعدها على طول. دكتور. نعم. هو كل جروب مين؟ كل جروب مين؟ ليه اللي هو لسه هقولها اهو، لسه ما شرحتش، انا لسه هتكلم عنها. بصوا يا جماعه، اسمعوا لي بقى مني بعد اذنك. في منطقة في جسمك، منطقة ما نعرفها حالا، كل الليمف اللي فيها بيصب في الأموة اللي اسمها الرايت ليمف داكت. وباقي جسمك كله بيصب في الثوراسيك داكت. وعند الثوراسيك داكت وعند الرايت ليمف داكت عاوزين نعرف بيسحبوا الليمف بتاع مين. بص كده، وخد بالك ده الإجمالي النهائي. يعني مش هنقول مجموعات، ده احنا هنقول أجزاء كاملة من الجسم. بيقول لك رقم واحد الرايت سايد أوف ذا هيد أند نيك. الناحية اليمين من راسك والناحية اليمين من رقبتك. ومعاك الثوركس الجزء اليمين ومعاك الرايت ارم. بص الحتة دي كلها. الحتة دي كلها. يعني الناحية اليمين بتاع الهيد والنك، الهيد اهي والنك، والناحية اليمين بتاع الثوركس والدراع بتاع ناحية اليمين. دول كلهم بيصبوا في الرايت لينف داكت.
عايز بقى السؤال هنا ويا رب حد يجاوبه، لان لو حد جاوبه انا مطمن. وده الاورا لينك وده الفريست، كانوا بيصبهم اكزيلري، والاكزيلري بعد كده تقوم جايه بعت اوعيه لمفاويه تصب في الرايت لمفاتيك دكت. امال الجزء بتاع السيلر ده كان ناحيه اليمين، كان بيسحبه مين؟ الميدياستاينال. قوم الميدياستاينال بتاع ناحيه اليمين بعت للرايت لمف دكت اللي هي في الناحيه اليمين. اذا احنا الاول بيبدأ ميه تجمع في الغدد، تجمع في الانبوبه اللي في الاخر خالص. الرايت لمف دكت بقى بتسحب انهي مكان من جسمك؟ النص اليمين بتاع هيد ونيك، والدراع اليمين، ونص الصدر ناحيه اليمين. وهغشك كلمه كمان، الجزء العلوي من الكبد، الابر سيرفيس اوف ليفر. اكتبها عندك يلا واحده زي كده، معلومه ليك انت. الابر سيرفيس اوف ليفر، الجزء العلوي من الكبد. امال الثوراسيك ضغط بقى؟ الثوراسيك ضغط بتعمل الاتي، مكتوب عندك بيجين فروم سيسترنا كايلي ان ذا ابدومن. ايه سيسترنا كايلي دي؟ بصوا يا جماعه، هرسم واحد معوق كده ومعلش استحملوا الاعاقه اللي هرسمها حالا. ماشي مش مشكله. وتقريبا دراعه اكبر من جسمه اصلا. عنده رجل اكبر من رجل هي، تمام. عنده دلفين مش مشكله. بصوا بقى، ده رايت وده ليفت. ايه المنطقه دي؟ الرايت سايد بتاع هيد ونيك والابر لمب والسيدا، دول كلهم هيصبوا في انبوبه اسمها رايت لمف دكت. امال باقي الجسم كله هيصب في الثوراسيك دكت. بس هو عاوز اقول لك حاجه بقى، الثوراسيك دكت بتبدا في الشكل ده، بتبدا بانتفاخ في البطن. الانتفاخ ده اسمه سيسترنا كايلي. اسمه ايه؟ سيسترنا كايلي. ثم تطلع منه الانبوبه اللي اسمها الثوراسيك دكت. الثوراسيك دكت بقى بتسحب مين من جسمك؟ بتسحب الليفت بتاع الهيد والنيك والليفت بتاع الثوركس والليفت ار وكل الابدن وكل البلفس وكل اللور ليم، يعني كل الجسم ما عدا الرايت. وبعد ما الانبوبه دي تتكون، وبعد ما الانبوبه دي تتكون، دي بتصب في الرايت النومينيت ودي بتصب في الليفت النومينيت، اللي احنا سميناه اسم ثاني البريكيوسيفاليك. يعني كده الليف بتاع الجسم كله اتجمع في فينين اثنين، رايت بريكيوسيفاليك وليفت بريكيوسيفاليك، اللي دخلوه على القلب ثاني بقى زي ما كان. يبقى الانبوبتين عندنا اسمهم ايه؟ رايت ليمف دكت، والتانية اسمها ثوراسيك دكت. الرايت ليمف بتسحب اهو رايت سايد اوف الهيد والنيك والثوركس والابر ليمف، وقلت لك الابر بارت بتاع مين؟ الليفر. باقي الجسم كله بيصب في الثوراسيك، والثوراسيك دي اصلا كانت بادئه بانتفاخ اسمه سيسترنا كايلي. الثوراسيك هتصب في الليفت النومينيت، امال الرايت ليمف دكت هتصب في الرايت النومين. عشان كده تلاقي مكتوب اند انتو الانومينيت فين. هو الانومينيت ده اللي هو يمين وشمال ولا واحد بس؟ يمين وشمال. الرايت لينف دكت بتصب في الرايت النومينيت، والثوراسيك دكت بتصب في الليفت النومينيت. يبقى الموضوع دخل كله تاني، الدم كان باعت ميه والميه رجعت له، بس كانت مبعوثه من عند البلاد كابيلاريز ورجعت له في الانومينيت فينز اللي هيصبوا بعد كده في القلب. احنا خدنا الليمف نود، وفي حاجه اسمها الليمفويد تيشو. الليمفويد تيشو دي كان حد فاكر مين هما؟ تونسل وادينويد وبيرز باتشز وسبلين. اكبر عضو ليمفاوي في جسمك هو السبلين. تعالوا بقى نتكلم عن السبلين. السبلين بيقول ذا لارجست ليمفويد اورجان ان ذا بودي، دي اكبر غده ليمفاوي موجوده في الجسم. الطحال ده يا جماعه اصلا ما هو الا غده ليمفاويه، يعني هو عباره عن نسيج ليمفاوي بس كبير. قال لما كان السبلين فين؟ حد عارف؟ ورا المعدة. هو مش ورا المعدة ولا حاجة، قصدي يمين ولا شمال يعني الأول؟ شمال. الطحال شمال يا جماعة، تمام؟ الطحال شمال. المعدة إيه؟ وهو قاعد عامل زي الكاب عليها من ناحية كده، يعني لو قلت لك مثلا ده شكل المعدة مستروبي بس. ده شكل المعدة أهوت
بنلاقي الاسبرين عامل على كده. يعني الاسبرين مكانه كان الاسبرين هنا كده، ده مكان مش هنا. ومحدش يقول لك ده حتتك توجعني، مش حاجه اسمها حتتك توجعني، الطحال ما بيوجعش. لما حد يقول لك الكليه بتوجعني لازم ينزل تحت شويه، ما يحطليش ايده هنا بعد اذنك عشان ما يجريش شلل. انا الحته دي ما بتوجعش يا جماعه، الحته اللي بتوجع ده كده اللي هي بتبقى قولون، حط ايده ورا تبقى الكليه. لو ما يحطليش ايده هنا ده ما بيوجعش، ممكن يحطها هنا يبقى المعده، ممكن يحطها هنا يبقى الامعاء، حطها هنا الكبد، تحت شويه المراره، تحت شويه عقبال عندك عنده الزايده، ترجع ورا عنده حصوات على الكلى. فكل حط في ايده مرض، بس مش حد يحط ايده كده لان ده ايه؟ ده الطحال، مكان الطحال مكتوب عندك ذا لارجست ليمفويد اورجان ان ذا بودي. قاعد فين الطحال ده بقى؟ احيانا ان هو يمين ولا شمال؟ شمال. الدايفرام بتاعنا هو مين اللي كان فصل الصدر عن البطن؟ الدايفرام. الدايفرام يا جماعه شكله عامل زي الشمسيه بالظبط. يعني ايه؟ بتلاقي شكل الدايفرام عامل كده. بشكل الدايفرام اهو. طبعا فوق السوركس وتحت في مين؟ الابدوم وادي الدايفرام. كل جزء من دول بنسميه كوبيلا. بنسميه ايه؟ كوبيلا. دي بنسميها ليفت كوبيلا اوف دايفرام، يبقى دي هنسميها الرايت كوبيلا اوف دايفرام. الاسبرين موجود هنا. يبقى الاسبرين نقول ان هو موجود تحت مين؟ تحت الليفت كوبيلا بتاع الدايفرام. مكتوب عندك ذا لارجست ليمفويد اورجان ات لايز بيلو الليفت كوبيلا اوف دايفرام، قاعد تحت الليفت كوبيلا. ايه الليفت كوبيلا دي؟ احنا قلنا الدايفرام عباره عن ادي شمسيه اهي وادي الثانيه اهي، دي اسمها الرايت كوبيلا. هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه اللي تحتها الليفر، وديت الليفت كوبيلا بيكون تحتها الاسبرين. الاسبرين مكتوب عندك ات هاز ا سايز اوف ا كلوزد فيست، حجمه قد حجم قبضه ايدك وهي مقفوله. يعني ذا سيم سايز از هارت، زيه زي القلب. الاسبرين حجمه زيه زي القلب. بس الاسبرين لما بنيجي نبص عليه بقى، اسمع الكلمه دي كده، اعتبر ده الاسبرين. الاسبرين لما بنيجي نبص عليه بنلاقي سطح خارجي وسطح داخلي. السطح الخارجي ده كونكيف ولا كونفكس؟ كونفكس. والداخلي ده بيبقى كونكيف. وفي الكونكيف ده بنلاقي فتحه، واي فتحه في اي عضو بنسميها هايلم. بنسميها ايه؟ هايلم. كمان مره، كمان مره. بيكون ليه سيرفيسين اتنين، واحد اسمه اوتر وواحد اسمه انر. الاوتر بيبقى كونفكس والانر بيبقى كونكيف، وبيكون في فتحه، الفتحه دي اسمها هايلم، دي اللي بيخش فيها الاوعيه الدمويه ويطلع منها الاوعيه الدمويه. يعني اي حاجه داخله الطحال او طالعه من الطحال تعدي من الهايلم ده. بص مكتوب عندك ايه؟ لأوتر كونفكس سيرفيس وانر كونكيف. هو الهايلم عند الاوتر ولا عند الانر؟ الهايلم عند الانر، ولا شوينج هايلم بيبقى في الهايلم، والهايلم ده هو اللي بتكون فيه الاسبرينيك فيسل، الاوعيه بتاع الاسبرين. اذا مين اكبر غده اللي فوق الجسم؟ موجوده يمين ولا شمال؟ تحت الدايفرام. من اسمها ليفت كوبيلا، حجمه حجم كلوزد فيست، السيرفيس بتاعته اوتر وانر. بالمناسبه ليه ابر ولور كمان؟ يعني هو ليه اوتر وانر وابر ولور. الاوتر بيكون كونفكس، الانر بيكون كونكيف، وفيه هايلا اللي بيخش فيه الفيسلز. عايزين بقى نتكلم عن الفانكشن بتاعه الاسبرين. الفانكشن بتاع الاسبرين طبعا انتوا عارفين، او لو مش عارفين بقول لكم، هو كرات الدم الحمراء فتره عمرها قد ايه في الجسم؟ كرات الدم الحمراء بتقعد 120 يوم. 120 يوم دولت كرات الدم الحمراء بعدها لازم بيتدمروا. بيتدمروا ازاي؟ كرات الدم الحمراء بتروح تسلم نفسها للطحال، يقوم الطحال مدمرها. هيبقى اول وظيفه للطحال ان هو يدمر كرات الدم الحمراء، بس بشرط بعد انتهاء مدتها اللي هي بعد قد ايه؟ 120 يوم. اول وظيفه الديسترويز، بيدمر. وورن اوت، كلمه وورن اوت معناها عدت 120 يوم، انتهت صلاحيتها كرات الدم الحمراء اللي اسمها الار بي سيز. زائد الطحال يا جماعه بيبقى مخزن لكل كرات الدم، بيقول لي ات اكت از ريزرفوار، هو مخزن فور بلاد سيل اوف اول كايند، يعني بيتخزن فيه كل كرات الدم. انتوا عارفين كرات الدم اللي هي اصلا؟ كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح، كلها بتكون متخزنه في الطحال اساسا. هو مخزن. ثم رقم ثلاثه اكتب لي بروديوس ليمفوسايت.
بروديوس ليمفوسايت، بينتج خلايا اسمها الليمفوسايت. بروديوس ليمفوسايت هاي الكلمة كده، بروديوس ليمفوسايت بينتج الخلايا اللي اسمها الليمفوسايت.